الملائكة المقربون المقربين والشهداء والصالحين وأهل الذين صدقوا الرسول من الحواء ومدنا سلا بينهما إلى يوم الدين شهيد بينهم الفاتحة مشير الشعب القاسم جون البغداد قدس الله سيرهما العزيز نفعنا الله بعلومهم وكرماتهم شهد الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وسلم على الأخيرين عنهم وجسم جلسة محمد السناوي وسلم حارث وسلم قلبي وسلم كنهار وسلم كنهار وسلم كنهار شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وخالقنا وعبدنا وجعلنا سببا لقولنا من القرآن العظيم صلاة الله عليه وسلم إلى روحي شهد لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون لا تقربوا القرب ولا الذين لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي لنا أغلال فهم مطمعون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وأصليناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما ينذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن ممن تولوا ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وأدرك لهم أسفل أصحاب القرية إذ جاءهم المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأنزلنا بسادس وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ما يعلم إلا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب
اتبعوا من لا يسألهم أجرا وهم مهتدون ومن يلاهد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دون الله إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ مُّبِينٍ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ مُّبِينٍ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ مُّبِينٍ